أعلنت شركة أسوس عن جهاز الزام بيم لاتي وهو جهاز عرض لاسلكي محمول باسم مستوحى من حجمه الصغير بحيث يأتي بحجم كأس القهوة. وهنالك العديد من أجهزة العرض المنزلية لكنها أجهزة كبيرة. هنا قررت شركة أسوس بتقديم جهازا بحجم أصغر للمستخدمين المنزليين، مما يجعل الجهاز مناسبا للاستخدام ضمن مجموعة متنوعة من الأماكن مثل الفنادق ومواقع التخييم. وتم تصميم جهاز العرض ليكون محمولا، وهو أمر تؤكده السماعات المدمجة والحجم الصغير. ويوفر الجهاز عرضا بدقة 720 بكسل مع سطوع يصل إلى 300 شمعة عبر مصابيح الـ LED. وللجهاز نظام مكبرات الصوت المدمجة الـ هارمان كادون بقوة 10 واط، ويساعد التصميم الخارجي القماشي في تحسين نقل الصوت عندما يعمل بصفته مكبرا للصوت بتقنية البلوتوث. ويتضمن جهاز العرض ثلاثة أوضاع هي الألعاب والأفلام والموسيقى، ويمكن للمستخدمين بث المحتوى باستخدام الجهاز، لكن يتعين عليهم أن يحصلوا على التطبيقات من خلال الأبتويد تي في، وهو بديل مجاني لمتجر التطبيقات لأجهزة الترفيه القائمة على أندرويد. ويمكنك عكس شاشة الهاتف لاسلكيا لتشغيل مقاطع الفيديو الاجتماعية الخاصة بك. وتصر أسوس على أن هذا الجهاز يشبه كاسة القهوة، وأنه جهاز العرض الأول الذي يقدم مظهرا خارجيا من القماش، وهو أمر خطأ. وتدعي الشركة أن الجهاز قادر على عرض الأفلام لمدة 3 ساعات أو 12 ساعة للصوت من خلال بطارية بسعة 6000 ملي أمبير، وستكون الإضاءة ساطعة بدرجة كافية لإنشاء شاشة بحجم لائق. وتوضح أسوس أن الجهاز يمكنه إنتاج صور بحجم 40 إنشا عند وضعه على بعد متر واحد من الحائط، و80 إنشا عند وضعه على بعد مترين، وبحد أقصى 120 إنشا عند وضعه على بعد 3 أمتار من الحائط. وتقول الشركة إن جهاز العرض اللاسلكي المحمول الزام بيم لاتي قادم إلى الولايات المتحدة في الربع الثاني من العام، لكن لا توجد معلومات عن السعر بعد. أعلنت شركة فيرجن أوربت الأمريكية التابعة لرجل الأعمال البريطاني ريتشارد برانسون أنها نجحت في استخدام طائرة لإطلاق صاروخ حمل أقمار صناعية صغيرة إلى الفضاء. وأشارت الشركة الأمريكية في صفحتها على تويتر إلى أن عملية الإطلاق جرى ضمن الخطة التي وضعت لها. ويوم الأحد 17 من يناير أقلعت طائرة معدلة من نوع البوينغ 747 من أحد المطارات في صحراء موهافي بكاليفورنيا، حاملة تحت جناحها صاروخا من نوع لونشر وان. وبعد الإقلاع بنحو 50 دقيقة انفصل الصاروخ عن الطائرة ليحمله إلى مدارات الأرض أقمارا صناعية نانوية من نوع الكيوب سات. واستنادا للمعلومات التي أوردتها الشركة، فإن محركات مرحلتي الصاروخ المذكور عملت في الوقت المحدد وضمن الخطة الموضوعة. وتمكن الصاروخ من الوصول إلى المدار المطلوب بعد 10 دقائق تقريبا من إطلاقه من الطائرة، وبذلك تكون الفيرجن أوربت قد أتمت لأول مرة عملية اختبار نظام إطلاقها الجوي الجديد بنجاح. ويبلغ طول صاروخ اللونشر وان الذي يتكون من مرحلتين نحو 21 مترا و30 سنتيمترا، وله القدرة على التحليق بسرعة تصل إلى 28 ألف كيلومتر في الساعة. وستستخدم صواريخ اللونشر وان في المستقبل لإطلاق أقمار صناعية إلى الفضاء يصل وزنها إلى نصف طن. وعمليات الإطلاق عن طريق هذا الصاروخ ستكون أرخص من عمليات إطلاق الصواريخ الفضائية المنافسة. أعلنت شركة بنتا الشركة البحرية التابعة لشركة فولفو عن إطلاق منتجها التجاري لتقنية القوارب الذاتية الإرساء والمسمات الإرساء المساعد المتكامل، حيث يمنح نظام المساعدة في الإرساء للقبطان تحكماً أفضل عند إرساء القارب عن طريق الأتمتة، والتعويض عن بعض المتغيرات الديناميكية مثل الرياح والتيار، ومساعدة السفينة على البقاء في مسارها المقصود. وجرى تصميم تقنية القوارب الذاتية الإرساء للتعامل مع الفوضى المعقدة لقيادة السفينة إلى الرصيف، مما يجعل حياة القبطان أسهل كثيراً. ويمكن أن يكون الإرساء أحد أكثر الجوانب إرهاقاً وتحدياً للقوارب حتى بالنسبة للقباطنة ذوي الخبرة، إذ أن تقلبات المد والجزر والرياح تجعل الأمر أكثر صعوبة عندما تحاول التوجه إلى رصيف الميناء. وبالإضافة إلى ذلك، فأنت لا تحاول فقط منع قاربك من التحطم،
بل تحاول أيضا عدم الاصطدام بأي شخص آخر. وعلى عكس السيارة فإن القارب لا يقف ساكنا أبدا دون الحاجة إلى بعض المناورة، كما أن التحرك في خط مستقيم إلى رصيف ضيق في طقس رديء أصعب بكثير من توجيه عجلة السيارة. وتقوم تقنية القوارب الذاتية الإرساء التي تعرف موقع القارب باستخدام مزيج من النظام العالمي لتحديد المواقع GPS وأجهزة الاستشعار الموجودة على متن المركب وتحديد المواقع الديناميكية بإجراء التحديلات أثناء الإرساء. ويحتاج قائد السفينة إلى أمساك عصا التحكم والإشارة في الاتجاه العام فقط، وسيقوم النظام بعمل الباقي. وعرض الشركة فولفو بنتا قبل عامين هذا النظام للمرة الأولى خلال المرحلة السويدية من سباق فولفو للمحيطات في غوتنبرغ، وتم وضع قارب الاختبار بين يختين للسباق بطول 72 قدما، وتمكن من توجيه نفسه بسهولة. ويعتبر هذا النظام الجديد مهما لمستقبل السفر البحري، إذ أن القدرة على قيادة قارب في خط مستقيم للتعويض تلقائيا عن البيئة يجب أن تجعل الإبحار أكثر أمنا، كما أنه يقربنا أكثر نحو السفينة البحرية المستقلة تماما. أعلنت شركة LG عن جهاز العرض الليزري الأحدث ضمن تشكيلتها بدقة 4K والمسمى LG Sign Beam HU81OP، والذي يبلغ سعره $3,000 ويدعم معيار AirPlay 2 من أبل ويعمل بنظام التشغيل WebOS 5.0. ووفقا لشركة LG فإن LG Sign Beam HU81OP قادر على إنشاء شاشة بحجم 300 إنشا من الزاوية إلى الزاوية، ويوفر سطوعا يبلغ 2700 شمعة في المتر المربع الواحد. ويدعم الجهاز معايير الـ HLG والـ HDR وكذلك الـ HDR10، ويمكنه تعديل الصورة اعتمادا على المحتوى الذي تشاهده أو الغرفة التي تشاهدها فيها. ويستهدف جهاز العرض هذا سوق الترفيه المنزلي، وصرحت LG أنه يشمل وضع الآيرس الذي يقدم وضعي البرايت روم مود وكذلك الدارك روم مود. وتقول الشركة إن جهاز العرض هذا يمكنه صنع مسرح منزلي مخصص، ويكتشف وضع البرايت روم والدارك روم كمية الضوء المحيطة في الغرفة ثم يضبطان الصورة وفقا لذلك. كما أن الجهاز قادر على ضبط معدل الإطارات إلى 24 هرتز للأفلام، وتم تصنيف مصدر ضوء الليزر الخاص به لمدة 20,000 ساعة من الاستخدام. وهنالك برنامج الأوتو كاليبريشن 2، والذي تقول LG إنه يعطي نتائج كانت ممكنة سابقة فقط مع معايير الصورة الاحترافية. ومن الإمكانات المهمة لجهاز العرض هي إزاحة العدسة والتكبير، مما يسمح لك بمطابقة صورة جهاز العرض مع الشاشة دون تغيير مقاييس الانحراف الرقمي. ويدعم جهاز العرض هذا تقنية الـ WISA للحصول على الصوت المحيطي غير المضغوط بزمن الانتقال المنخفض والموثوق. وللجهاز ميزات ذكية مدمجة بحيث يمكنه البث من تلقاء نفسه. وتعني كلمة الـ WebOS 5.0 أن جهاز العرض يدعم عددا من خدمات البث محليا، بما في ذلك الـ Disney Plus والنتفليكس وكذلك الـ Amazon Prime Video واليوتيوب وهولو. وهنالك أيضا دعم المايركاست للبث من الأجهزة المتوافقة. وبخلاف ذلك هنالك ثلاثة منافذ HDMI، واحد هذه المنافذ هو الـ HDMI 2.1، ويدعم جهاز العرض الـ EIRC للحصول على الصورة العالية الجودة، ويمكنه بث الصوت باستخدام البلوتوث، كما أنه مزود بمساعد جوجل ومساعد أمازون. أعلنت شركة تصنيع الإكسسوارات تارغوس عن مجموعة من المنتجات التي تركز في الوقت الحالي على قابلية النقل والاستدامة والحفاظ على الصحة أثناء جائحة فيروس كورونا. وتوجه تارغوس معظم منتجاتها الجديدة لمحاربة فيروس كورونا أثناء عملك في المنزل، حيث هنالك عدد كبير من الملحقات الأكثر أمانا للصحة الوبائية، وأبرزها حقيبة الظهر الأوفيس 2 المضادة للميكروبات وضوء التطهير الـ LED UVC. وقد صمم ضوء التطهير هذا بالأشعة فوق البنفسجية لوضعها على لوحة المفاتيح والفأرة أو أي شيء آخر تريد تنظيفه، بحيث يقضي تلقائيا على 99.9% من الفيروسات والبكتيريا عن طريق التشغيل لمدة 5 دقائق كل ساعة. كما أن ضوء التطهير حساس للحركة، حيث يستخدم مستشعرات الحركة لاكتشاف ما إذا كنت تستخدم جهاز الحاسب وينتظر حتى تنتهي
لبدء دورة التنظيف. وإذا لم تكن مهتماً بضوء الأشعة فوق البنفسجية لتنظيف لوحة المفاتيح والفار، فقد أعلنت تارغوس أنها تعمل على فارة ولوحة مفاتيح مضادة للميكروبات، وتحتوي حقيبة الظهر المضادة للميكروبات الأوفيس 2، والتي يمكنها حمل أجهزة الحاسب المحمولة، والتي يتراوح حجمها بين 15 و17.3 إنش، على طلاء مضاد للميكروبات عبر نقاط الاتصال الرئيسية. وإذا كنت لا تبحث عن حقيبة ظهر جديدة، فقد أعلنت الشركة أيضا عن حافظات مضادة للميكروبات للأجهزة اللوحية جنبا إلى جنب مع شاشات الخصوصية المضادة للميكروبات لشاشات حاسب مختارة. وأعلنت الشركة أيضا عن قاعدة التثبيت التابلوت كريدل ووك ستيشن والحافظة المتينة لجهاز السامسونج جالكسي تاب أكتيف 3. وتستخدم قاعدة التثبيت برنامج DEX من سامسونج، والذي يتيح لك توصيل الجهاز اللوحي بشاشة للحصول على تجربة تشبه سطح المكتب. وبالنسبة لمالكي أجهزة الآيباد، فقد أعلنت تارغوس عن حافظة الإيكو سمارت، وهي مصنوعة من مواد معاد تدويرها. وقد أعلنت الشركة عن شاشات الخصوصية المضادة للميكروبات الجديدة، والتي تتراوح تكلفتها بين $35 و$185. أعلنت شركة فيوزيكس للتكنولوجيا القابلة للارتداء والواقع المعزز عن النظارات الذكية العاملة بتقنية المايكرو LED، وذلك بفضل الشراكة مع شركة جيد بيرد ديسبلاي الصينية. وظهرت شاشات المايكرو LED في السنوات الأخيرة كبدائل قابلة للتطبيق لشاشات OLED، مما أدى إلى التقدم في الغالب في مجال التلفزيون. وتسمح التكنولوجيا الحديثة بتركيب أجهزة عرض صغيرة جداً لكنها قوية في كلا جانبي النظارات الذكية، والتي وفقاً لشركة فيوزيكس تبدو قريبة جداً من شيء قد تشعر بالراحة تجاهه في الأماكن العامة على أساس يومي. وبالاقتران مع تقنية الدليل الموجي من فيوزيكس وبصريات محرك العرض الخاصة بها لعرض صورة عبر الجزء الداخلي من الزجاج، تكون النتيجة أداة يمكنها عرض صورة مجسمة أحادية اللون أو صورة ملونة على كلا العدستين بمجموعة متنوعة من كثافة البكسل ودقة الوضوح. وتقول فيوزيكس إن الجهاز يدعم الشبكة اللاسلكية والLTE الاختياري، بالإضافة إلى مكبرات صوت استيريو وميكروفونات إلغاء الضوضاء. وهنالك أيضا عناصر تحكم باللمس قائمة على الإيماءات مدعومة من أندرويد والآيOS، ويفترض أنها للتحكم في تطبيقات الأجهزة المحمولة، وذلك باستخدام جوانب النظارات الذكية فقط. وعلى عكس نموذج البليد السابق بقيمة $1000 من نفس الشركة، فإن هذا الإصدار الجديد ليس له اسم منتج رسمي أو سعر حتى اليوم.